بقول لك ايه يا ابني، انت جرينا تيجي يوسف. حاضر يا حاج. وانا يوسف. يوسف اصحى، يوسف جدك عايزك. قول له اي حاجه بقى، انا مش فايله، انا عايز انام. يوسف اصحى، يوسف اسمع الكلام، عشان لو جدك جه ولقاك نايم هيزعلنا كلنا. اتكلم على نفسك انت، سيبني بقى، انا مش قايم. يا ابني اصحى يا ابني واسمع الكلام لما جدك يجي. قول له نايم، قول له نايم. ولا ابو يوسف، ولا يا يوسف، ده هو بينادي عليا. يوسف تعالى، يوسف اغزي الشيطان. لا مش هاجي، سيبنا نام بقى. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ ده هيعمل منك بطاطس محمره. بتعمل ايه يا ابو يوسف هنا؟ مش بنادي عليك. والله كنت بصحي يوسف عشان ما قلت لي. طب اجري ادخل الاول الاوضه اللي جوه دي قبل ما اجي لك. حاضر يا بابا. استنى. ايه يا بابا؟ خد دي عشان بنادي عليك وما بتردش عليا. وانت نايم لي هنا وانا عمال انادي عليك. ايه ده جدو؟ لسه شايفك في الحلم دلوقتي. جدو والله؟ اه والله يا جدو، كنت شايفك بجناحات ولابس ابيض في ابيض. ابيض في ابيض، ده الكفن يا ابن الكفن. هتدخل على الحمامات كلها، عايزك تخليها بتبرق. حاضر يا جدو. صباح الوسوسه. صباح الوسوسه ايه على الصبح كده يا ناقص قرف؟ يا ناقص قرف، انت بتتكلم كده ليه يا عم الحاج؟ اتكل على الله بدل ما احرقك. تحرقني انا؟ ده انا جدو.